السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي فيزياء للصف الثالث متوسط، كتبت مرشحات مهمة وزارية، إن شاء الله تستفادون من عندها. سؤال الأول: عدد فقط طرق شحن الأجسام الكهربائية الساكنة، الشحن بطريقة الدلك، الشحن بطريقة التماس، والشحن بطريقة الحث. عدد المواد التي تقسم من حيث قابليتها على التوصيل الكهربائي، الموصلات والعوازل وأشباه الموصلات. عدد الخواص المواد المغناطيسية، الدايومغناطيسية، البارومغناطيسية، الفيرومغناطيسية. يفقد المغناطيس مغناطيسيته بطرائق عدة، ما هي؟ الطرق القوي والتسخين الشديد. على ماذا يعتمد قوة المغناطيس الكهربائي؟ أولا، مقدار التيار المستمر المنساب في الدائرة الكهربائية، عدد لفات السلك حول قطعة الفولاذ، نوع المادة المراد مغنطتها. عدد أنواع المقاومات الكهربائية، مقاومة ثابتة المقدار، مقاومة متغيرة المقدار. ما هي العوامل التي يتوقف عليها مقدار مقاومة الموصل؟ درجة الحرارة، طول الموصل، مساحة المقطع العرضي للموصل، نوع المادة. عدد مميزات بطارية وقود الهيدروجين، عدم حصول تلوث للبيئة واستهلاك لمصادر الوقود التقليدية والتي تؤثر في صحة الإنسان، لأن الهيدروجين ينتج من الماء بالأكسدة ويعود إلى ماء مرة أخرى. إن تكنولوجيا الهيدروجين لا تحتوي على أي عناصر تسبب في أخطار ممكنة، فهي آمنة عند استعمالها، كفاءة تشغيلها عالية جدا، عمرها طويل بالمقارنة مع بقية أنواع البطاريات. كيف تحمي نفسك من مخاطر الكهرباء؟ عدم ملامسة شخص متعرض إلى صعقة كهربائية إلا بعد فصله عن مصدر الكهرباء. تجنب وضع جسم معدني ممسوك باليد، مسمار حديدي أو سلك غير معزول في نقطة الكهرباء. عدم ترك الأسلاك متهرئة مكشوفة بدون عازل. تجنب أن يتصل جسمك بين السلك الحي والسلك المتعادل. عدد العوامل التي يعتمد عليها المجال المغناطيسي الناشئ حول سلك مستقيم، يزداد مقدار المجال المغناطيسي بازدياد عدد خطوط المجال المغناطيسي المارة عموديا خلال وحدة المساحة ضمن مساحة معينة، يزداد مقدار المجال المغناطيسي بالاقتراب من السلك ويقل مقداره كلما ابتعدنا عن السلك. اتجاه المجال المغناطيسي يعتمد على اتجاه التيار الكهربائي المستمر المنساب في السلك المستقيم. عدد أقسام مصادر الطاقة الحالية في العالم، مصادر الأحفورية، مصادر الطاقة المائية، مصادر الطاقة النووية. ما هي استعمالات الوقود الأحفوري؟ توليد الكهرباء حيث تستعمل الحرارة الناتجة من حرق الوقود في تسخين الماء، تشغيل وسائل النقل المختلفة، يستعمل كوقود مباشر لأغراض الطهي والتسخين. تفضل الطاقة المتجددة على أنواع الطاقة الغير المتجددة لأنها طاقة نظيفة غير ملوثة، يمكن أن تكون متاحة محليا خلافا للوقود الأحفوري، قلة تكاليف إنتاج الطاقة منها. قارن بين خطوط المجال المغناطيسي حول ساق مغناطيس وحول ملف ينساب فيه تيار مستمر. خطوط المجال المغناطيسي حول ساق خطوط مقفلة، أما حول الملف مستقيمة متوازية داخل الملف، أما خارج الملف تكون مقفلة. تتجه من القطب الشمالي للقطب الجنوبي، تتجه من القطب الشمالي للقطب الجنوبي خارج المغناطيس ومكملة دورتها داخل الملف، تكون دائرية، تكون بيضوية تقريبا. أهم التعاليل: تجهز سيارة نقل الوقود بسلاسل معدنية في مؤخرتها تلامس الأرض للتخلص من الشحنات الكهربائية الساكنة المتولدة من احتكاك الوقود بجدران الخزان والمتجمعة عند السطح الخارجي للخزان على هيكل سيارة، والتي قد تسبب كارثة عند حدوث التفريغ الكهربائي. يزداد انفراج ورقة الكشاف الكهربائي المشحون بالشحنة السالبة عند تقريب جسم مشحون بالشحنة السالبة من قرصه، لأن الإلكترونات جسم المشحون تتنافر مع الإلكترونات قرص الكشاف الكهربائي وتبعدها إلى أبعد موقع لها. هل يمكن للشحنات الكهربائية أن تنجز شغلا؟ لا تنجز شغلا لأنها شحنات ساكنة وليست متحركة ضمن المادة. تعتبر مصادر الطاقة الأحفورية مواد هيدروكربونية لأنها تتكون من عناصر الكربون والهيدروجين. يمكن للطائر أن يقف على سلك مكشوف من أسلاك الجهد العالي دون أن يصاب بصعقة كهربائية، لأن مقاومة جسم الطائر كبيرة جدا عن نقطة التلامس ومقاومة السلك صغيرة جدا، فينساب التيار بالمقاومة الأصغر.
يربط قاطع الدورة في الدار الكهربائي للمنزل على التوالي مع السلك الحار قبل تجهيز الأجهزة الكهربائية بالطاقة ليمر فيه التيار الرئيسي، فعند مروره أكثر من اللازم عمل القاطع إلى قطع التيار ومنع مروره إلى باقي أجزاء الدائرة فيحميها من التلف.